راح نشوف اسنان زوز. فتح علقت؟ ها؟ اوكي. على اي رقم؟ اي رقم هسه انا؟ 16 18. يا اوكي. وهي همينا 8 ل 10. النتيجة بعد هبل جنن. بس صدق حلوة. نايس سمايل. نو من منو؟ قولي قولي. والله لا صارت كلش بيضة كلش حلوة. شوفي واو هسه انا لان شو كان لايت كنت لابسه فما كنت اشوف. السمايل مالتش كلش حلوه صارت. ابيض من سنوني. اي معنا نفس. يا مو انا انا تختلف سنوني. يس. الانستركشنز بعد ما نخلص. درينك واتر فور 2 اورز لمده ساعتين. ماي اند ذن ماكو اكل ملون لمده 24 ساعه. ودون برش يور تيث 48 اورز. اوكي. ماكو تفريج اسنان مده 48 ساعة. 48 ساعة يومين. اوكي. هاي النتيجة النهائية. I hope you like it. كلش حبيتها. واذا انتم هم بعد شوفوها شوفوا الفيديو قبله بعد. لا 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 خلاص انا اسمعي. بينت شوفوا هو تفرق طبعا من شخص للثاني. هسا انا وعد بينت عندي النتيجة واو اكثر من وعد. اهم شيء السمايل الحلوة. محتاجينها احنا بالتصوير. ما يحتاج خلون بنير ولا شيء. سكنديفا. فان حبايبي اي شخص يسوي تبييض اسنان شيء طبيعي. لبعض الناس يصير عندهم حساسيه في الاسنان. انا وهاد صارت عندنا حساسيه ببس اليوم اللي هو اللي سويناه. ثاني يوم الامور كانت طبيعيه. واكيد النتائج تفرق من شخص للثاني. واهم شيء تسوون تنظيف اسنان قبل لا تسوون التبييض.